أولى فقراتنا لليوم رح تكون مع المساحة الطبية، ورح نحكي فيها عن صحة القلب. القلب اللي هو العضو الأساسي اللي بيساعد الجسم وإيصال الدم بالجسم وصحتنا بشكل عام. أكيد سلمى، ودائما أي خلل بيصير بصحة القلب بتحسي صار تهديد مباشر على حياة المريض. كتير دراسات أثبتت أنه ارتفاع نسبة الوفيات الأولى عم تكون بسبب الأمراض القلبية. صحيح رشا، وأيضا اليوم رح نحكي ضمن فقرتنا على مرض القلب الروماتيزمي، وهو أحد الأمراض القلبية والوعائية. أكيد في كتير من طرق العلاج، الأسباب والوقاية رح اليوم نتعرف عليها أكثر ضمن فقرتنا الطبية، وحيعرفنا عليها الدكتور حسن البراهين وهو أخصائي داخلية وقلبية. بدي أقول لك صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. صباحك هيك نشاط وصحة قلب وحياة وكل شيء يعني. تسلمي، الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش مع حضرتك من عنوان فقرتنا لليوم. خلينا نقول شو يعني المسمى بحد ذاته، انه اليوم نحن الناس متعوده الروماتيزم بيصيب اعضاء الجسم مثل الايدين والساقين، ما متعودين يقولوا مرض القلب الروماتيزمي، شو هو؟ خلينا نفصل اكثر علميا للناس. هو في خطا بالتسميه الى حد ما. مرض القلب الروماتيزمي هو ناتج عرض حموي يصيب الاطفال عاده بسن 5 إلى 25 سنة، غالبا بحدود 15 سنة بشكل وسطي. وهذا المرض هو عبارة عن أول شيء يبدأ بشكل التهاب انتاني جرثومي، في جرثومة معينة تصيب العوم واللوزات اسمها المكورات العقدية، وهالالتهاب يلي بيصيب اللوزات يلي هو بالانتان بالمكورات العقدية يساوي التهاب من نوع مناعي، هو ارتكاس مناعي لهالجرثومة هي، وهالارتكاس المناعي هذا بيصيب الجسم كله، وممكن يصيب لي أجهزة معينة خاصة في الجسم. وأكثر جهازين ممكن ينصابوا هن المفاصل والعضلة القلبية، لكن ممكن يصيب الجهاز العصبي وممكن يصيب الجلد مثل ما اتفقنا. هذا المرض بنسميه نحن الريوماتيك فيفر أو الحمى الرثوية، والحمى الرثوية لها معايير معينة للتشخيص. إذن هو مرض معين يصيب الجسم لازم يتظاهر بخمس أعراض أو واحد أو اثنين من هالخمس أعراض. هالخمس أعراض الأعراض القلبية، يعني ممكن تصاب العضلة القلبية بيصير فيها التهاب، ممكن يصير فيها قصور، ممكن تصاب صمامات العضلة القلبية، ومع الزمن وخلال تطور المرض لما يصيب الإنسان أول مرة رح يتطور بخلال 5 إلى 10 سنوات أو 20 سنة لاحقة إلى صمامي قلبي، وإذا صار في اعتلال عضلة قلبية ممكن يأثر على العضلة القلبية بشكل صريح وواضح. هلأ الجهاز الثاني اللي ممكن يصاب هو المفاصل، فبيصير عادة عنا التهاب بالمفاصل، والالتهاب مو ليس ألم مفصلي إنما هو التهاب في المفصل، وهذا الالتهاب يصيب مفاصل كبيرة وخاصة الركبتين أو عنقي القدمين أو المرفقين، وهو بيصيب عادة مفصل واحد، وبنلاقيه المرض أو الالتهاب ينتقل من مفصل لمفصل، والأعراض اللي تصيب المفصل تؤدي إلى التهاب وتورم في المفصل، احمرار وتحدد في حركة المفصل، يعني المريض ما عاد يقدر يفتح رجله أو يقدر يحركه، وحتى ما عاد يقدر يمشي على رجله. هلأ ممكن يصاب جهازين آخرين اللي هن الجهاز العصبي. الجهاز بيصير عنا نوع من الهذيانات، أهلاس، أحيانا رقص، نحن بنسميه رقص تمام الرجفان، رقص سيدنهام نحن بنسميه. وممكن يصاب الجلد، فبيصير عنا يعني عقيدات صغيرة تحت الجلد أو حمامة هامشية تصيب الجلد. هلأ نحن لحتى نقول هالمريض في عنده حمى رثوية أو روماتيزم لازم يكون في عنا عند المريض عرض واحد من هدول الخمسة الكبار أو إصابتين. هلأ إذا أصيب القلب لحاله هذا كافي، نحن وقتها بنقول انه هذا عنده حمى رثويه. هلا متى ما وصلنا للتشخيص نحن بيصير بعدين عرفنا شو هي الاعراض وشو هي الانذار وهو الانذار وشو طريقه المعالجه وكيفيه التعامل مع المريض. اذا الحمى الرثويه هي مرض عباره عن ارتكاس مناعي
التالي لإصابة اللوزات بجراثيم معينة اسمها المكورات العقدية، وهذا الارتكاس المناعي يصيب العضلة القلبية والمفاصل والجهاز العصبي والجلد بشكل رئيسي. طيب برا ذكرت حضرتك أنه الإنتانات اللي عم تصير بالحلق وعلى اللوزات بشكل خاص هي عم تكون، هل هو السبب الرئيسي بهذا المرض أو ممكن يكون في عنا أسباب تانية مشتركة مع هدول الإنتانات الجرثومية ساهمت وشكلت هذا المرض داخل جسم الإنسان؟ هو السبب الرئيسي المكورات العقدية، وهالمكورات العقدية هي ممكن تصيب الطرق التنفسية، ممكن تصيب اللوزات، في النسيج البلغمي اللي في البلعوم، في هون عدة، هو مو بس اللوزات الكبار اللي موجودين بالبلعوم، النقطة الأساسية هي هي الجرثومة اللي بتصيب البلعوم، ممكن احيانا نتيجه قلع سن، ممكن احيانا نتيجه التهاب باللثه او بالاسنان او بالبلعوم، فتواجد هذه الجراثيم بهالمنطقه ممكن هو السبب الاغلب في هذا المرض. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم بالعموم، هي المشكله موجوده عم نشوفها بشكل كثير كبير، يعني حالات كثير بيكون عندها، هل هو بسبب الاهمال بالطفوله بمعالجه هذا النوع من الحمى الرثويه، عدم ادراك خطوره وتبعات هي الاصابه شو ممكن تاثر على الكبار عند الاطفال، ولا في اشخاص عندهم قابليه اصلا للاصابه بهذا النوع من المرض اكثر من اشخاص ثانيه؟ خلينا اليوم لكل يلي عم يحضرنا وممكن يكون اولادهم او اطفالهم بالسنه اللي حضرتك حكيت عليها ويتعرضوا لهذا النوع من أنواع الحمى وما يستسهلوا بالعلاج. هلأ لا شك أنه هالمرض غالباً ما يصيب الأطفال في عمر 5 سنوات وحتى 15-20 سنة، وأسوأ شغلة بالموضوع أنه نحن نهمل التهاب اللوزات أو التهاب البلعوم عند هدول الأطفال، والإهمال والخطأ في أعطاء العلاج الدوائي اللازم والمدة اللازمة هو السبب الأساسي بهالموضوع. دائما لما يكون عنا التهاب لوزات قيحي جري متكرر لازم نعالج الطفل بالبنسلين أو نعالجه ولو حقنة بنسلين واحدة كافية أو نعالجه بالأنتيبيوتيك المعين اللي هو بيفيدنا بالقضاء على هالجراثيم، لازم نعالجه مدة كافية. الإهمال وطريقة أخذ الدواء بشكل اعتباطي أو بشكل عشوائي هو السبب الأساسي لهالمرض. هلأ نحن بشكل عام بنشوف المرض عادة في المجتمعات المكتظة، في المجتمعات الفقيرة إلى حد ما، المجتمعات الأقل وعي على سبيل المثال، وممكن أحيانا يكون تأهب وراثي معين بيساعد على الإصابة. إذن في ظروف معينة وفي سبب أساسي وخطأ في أعطاء الدواء اللازم في التهاب اللوزات القيحي. احيانا دكتور بيصير اختلاطات عند الاهل بين انه اليوم انا طفلي عنده التهاب بلوزه، حروح للمضادات الحيويه ناخذ الالتهاب، ولكن الموضوع بيكون اكبر من هيك. بنشوف كثير اشخاص سلمى انه دائما عندهم نكسات بموضوع اللوز، يعني انه ما بيطيب بيرجع بصير عنده نكسه ثانيه، كل 6 شهور كل سنه، يعني كمان التوقيت شيء كثير مهم، وبينزل على المفاصل احيانا كمان. دكتور تغذيه بيقول لك انه طفلك ما عنده نمو سليم لأنه عنده مشكلة بالوصف، صح بوقتها أنه بعمل جراحي وإنشال هدول اللوز. قد ايه اليوم مهم نحن نحافظ على سلامتهم؟ هل هن عن جد حكيم أنه مفروض أنه يبقوا حتى لو كان في أنه عندهم إنتانات كتير ومتكررة؟ ضويتي على فكرة رائعة جدا يلي هي الإصابة. دائما لما تصير الإصابة بالحمى الرثوية، هلا نكس المرض يؤدي الى اصابه نفس الجهاز يلي اصيب في المره الاولى، بمعنى اخر لما يصير عندي حمى رثويه وتصاب العضله القلبيه على سبيل المثال، بعد 2-3-4 التهبوا اللوزات، بينصاب نفس العضو يلي اصيب في المره الاولى، فنسبه اصابته عاليه جدا. هي شغله. الشغله الثانيه، نحن عادة لما يكون في عند الطفل التهاب لوزات جريبي وقيحي ولوزات كبار، ونحن لما نفحصهم نشوف انه القيعة عم ينز منهم نز، هذا الالتهاب ممكن يتكرر مرتين وثلاثة، فنحن عادة لما يتكرر الالتهاب في اللوزات واللوزات يكونوا كبار،
فممكن نحن نشيل اللوزات ونستأصلهم، لأنه هدول بيضلوا بؤرة إنتانية بتعيد للإنتان أكثر من مرة. فأنا لازم أول شيء أعالج بالصادات المضبوطة وأعالج المدة اللازمة، ولما يتكرر الالتهاب استأصل اللوزات هو شغلة مفيدة وتفيد. لكن السؤال، هل استئصال اللوزات ينفي عودة الإصابة بالحمى الرثوي مرة؟ أكيد لا. ليش؟ لأنه نحن حكينا من شوي البلعوم في نسيج بلغمي كبير غير اللوزات ومشابه للوزات، الغاية من هالنسيج اللمفاوي والبلغمي هو الدفاع عن ضد الجراثيم. لكن لما تكون اللوزات هي بؤرة أساسية في تكرر الإنتان، أكيد استئصاله هو شغلة جيدة للطفل. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي عن بعض اليوم النصائح بشكل عام للأشخاص اللي هنا صار عندهم التهاب أو عرض اللي هو مرض بسبب الحمى الرثوية، شو اللي بيختلف عليه هون؟ شو أبرز العلاجات اللي عم تتبعوها؟ هلأ أهم شيء لما يصاب الطفل بالحمى الرثوية يجب متابعته بشكل جيد. يعني إذا صار عنا إصابة قلبية وصار عنده اعتلال عضلة قلبية أو التهاب عضلة قلبية واعتلال توسع، دول المرضى لازم يأخذوا دواء القلب بشكل مزبوط ولازم يتعالجوا بشكل مزبوط. الشغلة الثانية، لما يصاب صمام من صمامات القلب، هذا الصمام اللي عادة يصاب هو الصمام التاجي أكثر الإصابات، وممكن يصاب صمام ثاني هو الصمام الأبهري، لكن نادرا ما تصاب الصمامات الأخرى. هلأ هدول المرضى لازم يتبعوا على المدى البعيد ويتراقبوا بالإيكو دوبلر ملون للقلب ولصمام القلب. وهذا الصمام إذا كانت الإصابة شديدة، عادة الإصابة تكون خلسية، يعني أحيانا لا تكتشف الإصابة إلا بعد شيء 10 أو 15 سنة من, من, من إصابة المريض بالحمى الرثوية. لذلك هي إصابة مزمنة وخلسية وتكتشف لاحقا. هلأ متى ما اكتشفت يجب تقييم الصمام بشكل جيد. قسم كبير من هدول المرضى لازم نحن أول شيء دائما لازم نقيهم من الإصابة الثانية والثالثة، ومجرد ما شخصنا إصابة الصمام يجب أن يتناولوا البنسلين بشكل شهري ولمدة لا تقل عن 10 إلى 15 سنة أو ليصير عمرهم بحدود 30 سنة، ويقيم الصمام بشكل دوري. وفي حال أنه كانت الإصابة شديدة جدا وصار في تضيق شديد بالصمام، وقتها لابد إنما نلجأ للجراحة ونبدل الصمام تبديل كامل ونحط على المميعات بشكل دائم. هلأ عادة الإصابة المفصلية هدول بيتحسنوا بشكل رائع جدا على الأسبرين تحديدا. إذا كان في تحسس من الأسبرين ممكن البروفين يحسنهم بشكل رائع جدا، وأعطاء 50 ميلي جرام لكل كيلو هو يعني يحسن الطفل بشكل سحري جدا. هل حتى المرضى اللي تصاب مفاصلهم لازم ياخذوا بنسلين شهريا ولمدة لا تقل عن 10 إلى 15 سنة، يعني مو أقل من 5 سنوات بعد إصابتهم بالحمى الرثوية لحتى ما تنكس الإصابة مرة ثانية. هلأ الإصابة المفصلية تتحسن بشكل ممتاز جدا. هلأ البقية هدول المرضى اللي يصابوا بالجملة العصبية وقتها ممكن ينعطوا مهدئات والإنذار فيهم لا شك أنه أفضل. عموما عند الإصابة بالحمى الرثوية هدول المرضى يجب أن يتابعوا ويقيموا بشكل جيد وبشكل دوري وعلى مدى 5 إلى 15 أو 20 سنة لاحقة، وخاصة الإصابة القلبية. هلأ العلاج الدوائي، أول شيء هو البنسلين يلي هو بيحمينا من نمو وتطور المكورات العقدية اللي موجودة بالبلعوم لحتى ما ينكس الالتهاب مرة تانية، ومعالجة العضو الهدف الذي أصيب، يعني إذا أصيب الصمام يجب متابعة بشكل دوري، والعلاج حسب كل مريض حسب وضعه. تمام. حكيم، بنصائح أخيرة اليوم، قد اليوم مهم موضوع التغذية بهذا المرض؟ فيه قائمة ممنوعات، في قائمة مسموحات، اليوم مريضي مفروض يبتعد عن هدول القصص ويروح باتجاه ثاني. وبالعمليات الجراحية قد مدة الاستشفاء للمريض؟ ذكرت الإسبرين، اختلف الأطباء أنه مفروض أنه الإسبرين إذا ما في حالة مرضية ممنوع يتاخد، وفي أطباء قالوا لا، أنه بعد سن 40 كتير مهم أنه نحن نروح ناخد حبة إسبرين كل يوم، اللي هي أكيد معروفة أنه ممعدام بتبعد عننا الجلطات وهدول القصص اللي بتصير بسبب الانفعالات وتجلطات المفاجئة. أنا بريد ضوي على شغلة صغيرة، دائما إصابة العضلة القلبية وإصابة صمامات القلب والإصابة المفصلية، يعني هن هدول أهم عضوين يصابوا ويجب متابعتهم بشكل جيد. وبالإصابة العضلة القلبية الأسبرين ما له دور بالموضوع،
وأنا قلت الإصابة المفصلية هي اللي بدها علاج بالأسبرين، ومو 81 ميلي جرام، لازم ياخذ المريض 50 ميلي جرام لكل كيلو. يعني لما يكون وزن الطفل 20 كيلو، فهدول بده يطلع له لا يقل عن 500 ميلي جرام حبه 3 مرات او 4 مرات كل يوم. هي جرعه عاليه وممكن يتسمم الطفل احيانا فيها، لكن هي العلاج السحري والنموذجي اللي بيخلي مفاصل الطفل يتحسنوا. شغله ثانيه انا بدي اقول لك انه نحن لازم نميز التهاب المفاصل الحمى الرثويه عن الآلام المفصلية والتهابات المفاصل الأخرى اللي بنشوفها بالكبار بالعمر. نحن عندنا في شيء شائع إنه كل الناس بيقولوا لهم إذا صار عنده وجع عمره 80 سنة وعنده وجع بركبته بيقولوا معه روماتيزم. مو هذا هو الروماتيزم، لازم نميز التهاب المفاصل الروماتيزمي عن المفاصل الرثواني، عن التهابات المفاصل التنكسية. في عندنا كثير أسباب لالتهابات المفاصل، وخاصة بارتفاع حمض البول يلي بنسميه نحن نقرس. هدوليك اختلف العلاج اختلاف جذري واختلاف نهائي، وكل واحد منهم له علاج خاص، وممكن نحن وقتها نستشير أطباء المفاصل في طريقة علاجهم. شغلتي وأخيرة، عرجتي على أنه أخذ الأسبرين. الأسبرين لا يعطى نهائيا للناس بشكل عشوائي، وفي فكرة شائعة عند الناس أنه كل واحد تجاوز الأربعين لازم يصير يأخذ أسبرين، وهي الفكرة خاطئة. نحن ما بنعطي الأسبرين. الأسبرين مثل ما له تأثيرات رائعة جدا مفيدة جدا، وهو بيحمي من الجلطات ومن الداء الإكليلي ومن احتشاءات العضلة القلبية، لا شك أنه عليه دراسات رائعة جدا، لكن نحن ما بنعطي بشكل دوري عشوائي وبشكل عشوائي. أكيد. أبدا العمر ما له علاقة بإعطاء الأسبرين. نحن بنعطي الأسبرين للمرضى اللي عندهم احتشاء عضلي قلبية، أو مثلا عن احتشاء دماغي، أو عندهم داء وعائي محيطي مثل تضيقات في الشرايين الرجلين، أو مرضى التصلب العصيدي. هدول نحن بنعطيها إياهم لأنه هذا جزء أساسي من العلاج، وما بنعطي أبدا بشكل دوري بعد الأربعين. ممكن يساوي لنا التهاب معدة، ممكن يساوي لنا نزف دماغي وأعراض أخرى. نعم. أنا بس النصيحة الأخيرة قبل ما نختم بدي أوجهها للناس، أنه ما يحاولوا يعالجوا أطفالهم أو يهملوا التهاب اللوزات عند الأطفال. أكيد. ولو أكيد. استشاروا الطبيب لحتى نحمي أطفالنا من الحمى الرثوية. أكيد. شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها دكتور. نحن وقتنا خلص وصار لازم نروح لغرفة الأخبار. شكرا دكتور حسن البراهين، اقتصاد داخلية وقلبية، صباحك خير على طول وصحة. أما هلأ مشاهدينا رح نروح نحن وأنتو لاستوديو الأخبار ولزميلتنا شيرين لنشوف شو أهم وآخر المستجدات السياسية.